يعطيك العافية. رح نبلش محاضرتنا اليوم نستذكر المعلومات اللي أخذناها عن الـ significant figures ونحل بعض الأمثلة. أول شيء لما نحدد الـ significant figures بعدد معين نتطلع على الـ non-zero digits اللي حكينا دائما يعتبروا significant. الـ zeros في 3 classes of zeros. أول شيء الـ captive zeros اللي هم بيكونوا محصورين بين non-zero digits يعتبروا significant. الليدنج زيروز اللي بيجوا على يسار العدد او بدايه العدد هذول لا يعتبروا سيجنيفيكانت. الترايلنج زيروز اللي بيجوا على يمين العدد او بنهايه العدد اذا كان في عندنا ديسيمال بوينت يعتبروا سيجنيفيكانت، اذا ما كان في ديسيمال بوينت لا يعتبروا سيجنيفيكانت. نشوف هذا السؤال. How many significant figures are in each of the following؟ اول رقم عندنا اللي هو 12 بيحتوي على 2 non zero digits فيعتبروا significant وبصير في عنا two significant figures. الرقم اللي بعده 1089 بيحتوي على captive zero، هذا ال captive zero يعتبر significant فبصير عنا four significant figures. ونفس الشيء بالنسبة للعدد اللي بعده اللي هو 2.001 بيحتوي على two captive zeros لذا يعتبروا significant وبصير في عنا four significant figures. 100 بيحتوي على two trailing zeros بما انه ما في decimal point لذا لا يعتبروا significant بصير عنا one significant figure. والرقم اللي بعده بيحتوي على leading zeros ما بنعتبرهم significant لكن ال captive zero نعتبره significant فبصير عنا three significant figures. اخر شيء اللي هو 1.0 بيحتوي على trailing zero بما انه في decimal point يعتبر significant بصير عنا two significant figures. نشوف مع بعض هذا السؤال على significant figures. Write the product of the following calculation with the correct number of significant figures. وانا هون معطيتكم عملية حسابية مدمجة بتحتوي على multiplication و subtraction. هلا نيجي للmultiplication. عنا 3.14 multiplied by 2.4367 الإجابة رح أحطها زي ما هي اللي هي 7.651238. هلا الإجابة المفروض تحتوي على عدد significant figures مساوي لل significant figures بال least precise measurement. عنا الرقم الأول بيحتوي على 3 significant figures، الرقم الثاني على 5 significant figures، فإجابتنا المفروض تحتوي على 3 significant figures. أنا خليتهم باللون الأحمر عشان أقدر أكمل بقية الكالكوليشنز. بنكمل بالسبتراكشن رح يعطينا النتيجة 5.311238. هلأ بالسبتراكشن الإجابة المفروض تحتوي على decimal places مساوي للليست precise measurement. فال 2 عنا numbers هون بيحتوي على 2 decimal places بالتالي إجابتنا المفروض تحتوي على 2 decimal places فرح يكون الجواب النهائي هو 5.31. نشوف كمان مثال على عملية حسابية مدمجة هاي فيها subtraction و division. البداية ال subtraction رح نعمل اللي هو ال subtraction للرقمين الموجودات النتيجة اللي هي 336.89. هلا ال least precise measurement اللي هي بتحتوي على 1 decimal place بالتالي الإجابة لازم يكون فيها 1 decimal place فأنا خليتها باللون الأحمر وكملت العملية الحسابية زي ما هي. منكمل بالديفيجن رح يكون الإجابة 63.56. هلا الليست بريسايز ميجرمنت عندنا بتحتوي على 2 significant figures فالإجابة المفروض فيها 2 significant figures فرح يكون 63 بما انه ال 5 تقرب فبصير عندنا الإجابة النهائية اللي هي 64. هذا الاكسرسايز مشابه للي سابق له وانا رح اعطيكم اياه كهوم ورك عشان تتدربوا كيف تطلعوا significant figures. انا حاطة الإجابة النهائية بس لازم تعرفوا كيف توصلوا لهي الإجابة. Dimensional analysis. Dimensional analysis is used when converting a given result from one system of units to another. طبعا نستخدمه عشان نحول من وحدة إلى أخرى.
مثلا بدنا نحول من انش لسنتيمتر، من فيت لياردز، من جرام لكيلو جرام، بدنا نستخدم اول شيء الايكوفالنس ستيتمنت ذات ريليتس ذا تو يونتس، اللي هي بتربط التو يونتس مع بعض. بعد هيك بنشتق اليونت فاكتور اللي هو راح نستخدمه بالتحويل. بعد هيك بنضرب بهذا اليونت فاكتور اللي احنا اشتقيناه عشان نوصل لليونت اللي بدنا اياها. طبعا راح نمشي فيهم بالتفصيل بالمثال اللي راح ناخده. ناخذ example number 1. A golfer putted a golf ball 6.8 feet across a green. How many inches does this represent? أول شيء بدنا نعرف الـ equivalence statement اللي بتربط بين الفيت والإنش. عنا كل 1 feet equals 12 inch، هاي الـ equivalence statement. هلأ من الـ equivalence statement بنقدر نعرف الـ unit factors اللي إحنا ممكن نستخدمهم، يا إما كل 1 feet مقابلها 12 inch أو كل 12 inch مقابلها 1 feet. اوكي، هلا بما انه بدنا نحول من فيت لانش، بنحكي انه 6.8 فيت اللي هي موجوده عندنا بالسؤال بدنا نضربها باليونت فاكتور اللي احنا اخترناه اللي هو كل 12 انش فيها 1 فيت. وننتبه انه مثلا الفيت عندنا هون بالباست فلازم تكون باليونت فاكتور بالمقام على اساس نقدر نتخلص من الوحدتين ونحصل على الريزلت بالانش. اخر شيء عندنا multiply the quantity to be converted by the unit factor to give the quantity with the desired unit. راح نضرب القيمتين ببعض على اساس نحصل على اليونت اللي بدنا اياها اللي هي الانش زي ما حكينا. ف 6.8 مضروبه ب 12 راح تعطينا 82 انش. ناخذ example number 2. An iron sample has a mass of 4.5 pounds. What is the mass of this sample in grams? بدنا نحول من pound لجرام. هلا هو معطينا الايكوفالنس ستيتمنت اللي احنا رح نستخدمهم، انه كل 1 كيلوغرام equals 2.2046 pounds وكل 1 كيلوغرام equals 1000 جرام. هلا ما في ايكوفالنس ستيتمنت بتربط الباوند دايركت مع الجرام، فمنحول من باوندز لكيلوغرام، بعد هيك من كيلوغرام لجرام زي ما انتم شايفين. فبناخذ عنا 4.5 باوندز اللي هي معطيه بالسؤال، بنشوف اليونت فاكتور اللي احنا راح نستخدمه. عنا كل 1 كيلوغرام equals 2.2046 pounds، خلينا الباوندز بالمقام على اساس نقدر نختصر الوحدتين مع بعض. نرجع منحول من كيلوغرام لجرام ونلاحظ نفس الشيء، انه راح نحط الكيلوغرام بالمقام على اساس نتخلص من الوحدتين، فبتكون عنا الإجابة بوحدة الجرام اللي هي الوحدة اللي بدنا إياها. نشوف example number 3. Converting kilometer to miles. هلأ الإكويفالنس statements اللي إحنا بحاجتهم موجودين عنا. بما أنه عنا 10 كيلومتر فمنحاول نخلي الكيلومتر بالمقام على أساس نختصرهم مع بعضهم. هلأ الكيلومتر هون راحت مع الكيلومتر، بضل عنا بالمتر. هلا كيف بدنا نختصر المتر؟ بنخلي المتر هون مرة ثانية بالمقام على أساس نختصرهم مع بعض. بعد إحنا بنختار الإكويفالنس ستيتمنت المناسبة. بضل هون باليارد، فبنحكي كل 1 مايل فيها 176 يارد وبنختصرهم مع بعضهم، بضل عنا الإجابة النهائية بالمايل وتساوي 6.22 مايل. نيجي للتمبريتشر اللي هي درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة تقاس بجهاز أو أداة تسمى الثيرموميتر اللي هو ميزان الحرارة. طبعا في أكثر من وحدة لقياس التمبريتشر، ممكن إنه نستخدم الفهرنهايت، السيليسيوس أو الكلفن، وهلأ رح نتعرف على كل وحدة فيهم وكيف نحول بينهم. معطينا هون 3 thermometers، كل واحد بيمثل سكيل، الأول بالفهرنهايت، الثاني بالسيليسيوس، والثالث بالكلفن. ننتبه للزيرو بكل thermometer،
الكل بيعرف بالسلسيوس اللي هو 0 سلسيوس مقابلها 32 فهرنهايت و273.15 كلفنز. هلا بالتحويل عادة بنحول من فهرنهايت لسلسيوس ومن سلسيوس لكلفن، لكن ما في دايركت واي انه نحول من فهرنهايت لكلفن. هون معطينا الكونفيرجن ايكويشنز اللي بنستخدمهم بالتحويل بين السكيلز. اول معادلتين للتحويل بين السلسيوس والكلفن، والمعادلتين اللي بعدهم للتحويل بين السلسيوس والفهرنهايت. نشوف هذا الاكسرسايز. At what temperature does Celsius equals Fahrenheit؟ بحكينا عند أي درجة بتساوى السيليسيوس مع الفهرنهايت. هلأ عشان نعرف متى بتساوى السيليسيوس مع الفهرنهايت رح نستخدم واحدة من الconversion equations اللي بتربط السيليسيوس بالفهرنهايت. رح نستخدم temperature بالسيليسيوس equals temperature بالفهرنهايت minus 32 فهرنهايت مضروبة ب 5 سلسيوس over 9 فهرنهايت. بنعوض مكان التمبريتشر بالسلسيوس والتمبريتشر بالفهرنهايت نفس المتغير اللي هو x، بما انهم رح يكونوا متساويات. هلا بعد ما عوضنا مكان التمبريتشر بالسلسيوس والتمبريتشر بالفهرنهايت المتغير x، بنطلع قيمة x ورح يساوي عنا minus 40، وبالتالي الماينس 40 بالسيليسيوس equals الماينس 40 بالفهرنهايت. نشوف مع بعض هذا الاكسرسايز. A person has a temperature of 102.5 فهرنهايت. What is this temperature on the Celsius scale and on the Kelvin scale؟ أول شيء منحول من فهرنهايت لسيليسيوس، بعد هيك من سيليسيوس لكلفن. رح نستخدم الإكويفالنس ستيتمنت الموجودة قدامكم. التمبريتشر بالسيليسيوس مساوي للتمبريتشر بالفهرنهايت minus 32 مضروبة عنا ب 5 over 9. هلأ منعوض مكان التمبريتشر بالفهرنهايت اللي هي 102.5، وبتكون الإجابة عنا بالسيليسيوس اللي هي 39.2 سيليسيوس. هلأ هاي القيمة اللي طلعت معنا منعوضها بالإكويفلنس ستيتمنت اللي نستخدمها للتحويل بين الكلفن والسيليسيوس. بنعوض مكان التمبريتشر بالسيليسيوس اللي هي 39.2، تطلع لنا النتيجة النهائية اللي هي 312.4 كلفن. نيجي لسكشن 19 اللي بيحكي عن الدنسيتي. الدنسيتي بتعني الكثافة ومنعبر عنها بالماس اوفر فوليوم، والكومن يونتس المستخدمة بالدنسيتي اللي هم جرام لكل سنتيمتر مكعب أو جرام لكل مل. وننتبه إنه المل بيساوي سنتيمتر مكعب واللتر بيساوي ديسيمتر مكعب. ناخذ إكزامبل على الدنسيتي. A certain mineral has a mass of 17.8 gram and a volume of 2.35 cubic centimeter. What is the density of this mineral؟ هلا هو طالب منا الدنسيتي لمعدن معين، معطينا له الماس ومعطينا له الفوليوم. منعوض دايركت بقانون الدنسيتي اللي هو الماس اوفر فوليوم. بعد التعويض بتكون عندنا النتيجه 7.57 جرام لكل سنتيمتر مكعب. نيجي لاكزامبل نمبر 2. What is the mass of a 49.6 ml sample of a liquid which has a density of 0.85 gram per ml؟ هون معطينا هو الدنسيتي ومعطينا الفوليوم للسامبل، بضل انه نطلع الماس. وننتبه انه دائما احنا بنحول الوحدات الموجودة بالسؤال حسب وحدة الدنسيتي المطلوبة. فعنا الفوليوم هون اصلا موجودة بالسؤال بالمل، فبنعوضها زي ما هي. الدنسيتي موجودة ب 0.85 جرام بير مل، بضل انه نطلع الماس اللي هي رح تكون بوحدة الجرام، وبتكون النتيجة اللي هي 42 جرام. نشوف مع بعض هذا الاكسرسايز. طبعا هو معطينا النون ليكويد ومعطينا الحجم لهذا الليكويد اللي هو 25 كيوبيك سنتيمتر، والماس له 19.625 جرامز. هلا بدنا نطلع الدنسيتي لهذا النون ليكويد ونقارنه بالكومباوندز الموجودين بالجدول.
لنشوف مين هو الكومباوند اللي ممكن يكون هذا الأنون. نشوف حل هذا السؤال. الدنسيتي equals الماس over volume. رح نعوض مكان الماس اللي هي 19.625 ومكان الفوليوم اللي هي 25 كيوبيك سنتيمتر. تطلع معنا الدنسيتي اللي هي 0.785 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. هلا منقارن هاي الدنسيتي بالدنسيتيز الموجودات عنا بالجدول، فرح تكون هي نفس القيمة للايزوبروبيل الكهول، وبالتالي رح نتوقع انه الانون ليكويد عنا هو الايزوبروبيل الكهول.